الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذه الآية سبق تكلمنا عليها، من أراد القبول بين الناس يقرأ 111 مرة في الصباح. أما إذا أردت أن تقرأ وراء كل صلاة تقرأ 11 مرة، 11 مرة وراء كل صلاة، أو 111 مرة في جلسة واحدة في الصباح يوميا، ترى العجب من القبول والهبة بين الناس. يصبح عندك قبول بين الناس، ويصبح الناس يحبونك، وكذلك تزيد الجمال في الوجه للنساء والرجال كذلك من المجربات. هذا كل شيء، أتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.